بس في خلال الفترة دي سنتي فما غيوب بسانتون أشبال في الأورجانيزيسان والبروجات ما كانش عندي دايما التخوف أو إن أنا أفكر في إزاي هما هينظموا أو إزاي يبقى في مشروع كبير للنوادي دي. هي فارش كوز اللي أشتيف كيف معي أشتيف كواترن وفارش كوترية مع النوادي اللي أنا أشتغل فيها خدت فضلت أدرب هناك أكتر من أربع سنين من غير ما يكون عندي الحماس إن أنا أدرب المنتخب الأوري بس هو جافي دلوقتي أنا لسه صغير mas tenho esta vontade de estar à frente do país, de ser chefe, obviamente, dem e deu-te o lugar também de ideias práticas, alguém me focar mais bem e foi essa missão e essa motivação que me fez abrir o país. O trabalho de ir, que é um 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 trabalho de ir, que كابتن حازم أعزمي أنا ليش بريكو روش مشترو بس إيش يشتغل عفرين مدرسان فوق ما عايز 9 مليون شخص زي ما كابتن حازم قال لي إن إحنا هنبقى شغالين على بروجيكت أو هنبقى شغالين على مشروع بيدعمه 100 مليون متفرج أو موتيف لجراند ساتشفاسان يرغب هي دي حاجة خلتني أبقى متفائل جدا حاجة خلتني أبقى مبسوط جدا كان أوفر إن أنا ما أقدرش أقول وليش تنجي تفعلي زيدايش؟ وطبعاً أنا عندي أكثر من فكرة روحت تتوقع تونش بنتون مش بيزيكيباش وبحب أشتغل جداً مع الشباب من المنتخبات روحت تشتغل مجروب مش كازنا مع الميكيبا يو يا تطولو كي مي انفولف ينفولفيرن مؤسس كونس زيدايش كونس ديبارتمنت بحب جداً وحابب جداً لما أكون في المنتخب أو في نادي أو إن أنا أكون موجود في المنتخب وفي حواليا ناس كتير بيدعموني وبيدعموا الفكرة وبيدعموا الأفكار اللي أنا بفكر فيها. وشو ترانج؟ لمدة أربع سنين. فوي أكيد كنتي مش كيرا لوجيك هي إيديا ترى تصعب. إيديا بروجيكت. دي الحاجة زون اللي فهمتها إن إحنا عندنا فيجن عندنا أفوسيك إكستنج فيزيك. وعندنا ميشن عندنا بروجيكت عندنا مشروع لازم نشتغل عليه في خلال الأربع سنين دي. وهو دوت اللي هيكون بيدعم الافكار اللي انا لسه قايلها دلوقتي. عن فينال اكابو بسيبون سيكوش انت بدل اشتا ايديا في الاخر كان بالنسبه لي حاجه سهله جدا ان انا افهم الفكره ازاي يبقى في مشروع المشروع دوت هشتغل عليه بالافكار ديت وهنقدر نوصل بيه لحاجه كويسه. ما هو بتاع بيوت جراند مش معرفش. طبعا دي حاجه كويسه جدا بالنسبه للناحيتين بالنسبه لمصر.